أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية الجميلة والرائعة، أمسية اللقاية وشعارات أصحاب السمو شوخ الحاضرة في هذا المساء وفي هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. انطلاقة شوطنا الخامس عشر في تعداد أشواطي مساء هذا اليوم، أول أشواط إنتاج محمياتي أصحاب السمو الشيوخ في هذا العالم الساحر. تبدأ الانطلاقة وتبدأ التحديات في هذا المسار ورحلته الخمسة كيلومترات الحاضرة مع هذا الانطلاق. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية والمقدمة وأفراح اللي قادت المجموعة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع. من يتابع افراحه بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل والرائع، وهي تنطلق منذ البدايه تسير بركب المقدمه، الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الامتار الاولى، له بيبه مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومتابعه السعيد بن عبيد الحميري. من يقدم له بيبه مع المركز الثاني ثالث المراكز، اراد التقدم والتسلل للنصيبه لسمو الشيخ سيف بن خليفه بسيف ال نهيان يابر بن صبيح بن حمود الوهيبي. من يقدم ايضا النصيبه مع المركز الثالث رابع الانطلاقات الشاهينيه بشعار هجر العاصفه وتقدم غياث الهلالي، بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس من الجانب الاخر هيام لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان يمعه بن عتيج الرميثي في عمليه التضمير والمتابعه، وعلى مستوى المركز السادس ارى التقدم ارى التسلل ارى الانطلاق الاندفاع والتحديات. تابع السياسية من بدأت تتقدم مع هذا الانطلاق على مستوى المركز السادس بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان عامر بن محمد بن عبيد المزروعي يقدم هذا الانطلاق، وعلى مستوى المركز السابع تتقدم تصل شديدة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان وعامر بن محمد بن عبيد المزروعي متابعا لهذا الانطلاق، بينما اذا انطلقنا مع المركز الثامن بأرى التسلل والانطلاق مع الحذرة التابعة لهجر الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي في عملية التضمير والتدريب، وعلى مستوى المركز التاسع تات الشاهينية بشعار هجر العاصفة متابعة غياث الهلالي. عاشر الانطلاقات عاشر التحديات، نتابع القدوم والتسلل والانطلاق التحديات لمتعبة بشعار هجن سيح السلم وتقدم سهيل بن مبارك بن مرخان. من يقدم متعبة مع المركز العاشر، هذه النتيجة. أكملنا ندانا الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة. العودة مع الصدارة ومع سكان المقدمة ومع تحديات هذا الشوط، وأرى فرح على رأس الحرب منذ البداية تقود هذه الجموع بهذا الانطلاق المتميز بهذا الاندفاع الرائع بالشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم ومتابعة طارش بن مبارك بالقوبع. من يتابع أفراح بهذا الانطلاق الجميل وبهذا الاندفاع الرائع. المركز الثاني الهبيبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم ومتابعته سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثالث السياسية تتسلل في هذه اللحظات مع المركز الثالث لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان عامر بن محمد بن عبيد المزروعي يقدم هذا الاسم. المركز الرابع تصل أيضا شديدة مع المركز الرابع بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وقيادة
عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، ومع المركز الخامس الشاهينية القادمة بكل قوة بشعار هجن العاصف وغياث الهلالي مقدما لهذا الاسم. ولكن الحذرة الحذرة حذاري من الحذرة اللي بدأت تتقدم في هذه اللحظات مع المراكز المتقدمة وشعار هجن الرئاسة على ظهر الحذرة يقودها بهذا الانطلاق. سهير بن أحمد بن دري الفلاحي متابعا منطلقا بتحديات الحذرة، ولكن أفراح 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 على الصدارة مع المقدمة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبة مضمر الشرق الأوسط يسير بالخبرة يسير ينطلق بتحديات هذا الشوط يقدم أفراح، ولكن الحذرة الحذرة مع المركز الثاني لهجن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم الحذرة. وصلت الشاهينية بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلال الشديد مع المركز الرابع لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان، ومتابعة عامر بن محمد بن عبيد المزروعي. واللحظات اللحظات الأخيرة تحديات هذا الشوط الشاهينية انطلقت بالصدارة قادت المجموعة قادت المجموعة بشعار هجن العاصفة. تهانينا تهانينا لهجن العاصفة مع هذا الانطلاق المتميز أول أشواط الإنتاج مع هذا التحدي المثير والرائع والشاهينية الشاهينية اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا لغياث الهلالي شديدة مع المركز الثاني لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد هيان أفراح، مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم، والمركز الخامس جاءت الحذرة لهجن الرئاسة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة. لنا عودة مع التوقيت الزمني. سبع دقائق 35 ثانية ثمان أجزاء من الثانية هو توقيت الشاهينية. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا لغياث الهلالي. إنما اللي جاءت مع المركز الثاني أيضا بهذا الانطلاق شديدة سبع دقائق 38 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. تهانينا لعامر بن محمد بن عبيد المزروعي واللي جاءت مع المركز الثالث. سبع دقائق 39 ثانية جزئين من الثانية هو توقيت أفراح. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا أيضا المضمر طارش بن مبارك بالقوبعة.